انت تزاديتي في سبته خالق سبته يا. اوكي وما فوقاش مشيتي لامستردام؟ لا ديجا ملي كنت بيبي باقي غير خالق في سبته في العام الاول ديالك ديريكت. اوكي دونك كبرتي وقريتي في امستردام؟ كلشي في امستردام فوالا. داكو والعربيه كان دائما عندك كونتاكت مع المغربيه مع تشابلابيت مع الدارجه؟ ضروري عندي العائله. كنتي كتجي تقريبا كل عامين؟ كل عام كنا كنجيو كنجيو لهنا سبته. انا اصلا من مديق من شامل عندي العائله و المهم ديما كنجيو واخا هذا كتسمع ديك العربيه باقي كنهدكو بها شويه بالحق. ما العربيه عندك مزيانه تبارك الله صافا شويه باقي كنهدكو بها ماكله شويه ولكن صافا. الوالدين ديالك مغاربه؟ الوالد مصري. الوالد مصري, مصري. اوكي والوالده مغربيه. واصلا انا العائله ديالنا المغربيه كبيره بزاف وكبرنا بزاف بطريقه مغربيه. كتسافروا بزاف؟ كنسافروا بزاف هنا مشيت لمصر وديك الشيء عندنا كونتاكت مع غير العائله تما صغيره والعائله عندي هنا في المغرب كبيره في هولندا. يعني عندك عائله في مصر؟ عندنا. فين في مصر؟ عندنا في كايرو في سيت القاهره. اوكي دونك شنو الاسم ديالك انت كامل؟ وليد؟ وليد رشدي. رشدي؟ رشدي. واو رشدي باينه فيك ايجيبسيان زعما باينه فيك مصري ولا الاصول ديالك مصريه. انت مصري مغربي وكنفتخروا بك وبشنو كتعطي الفن والاغنيه المغربيه. مما تانسبيريتي شويه من المغنيين المصريين من لي ريتم الشرقيين شويه؟ كاينين حتى ديجا في الالبوم اللي غنخرج درت اغنيه اول مره اللي نديرها في حياتي بالمصريه. صراحة عندي داكشي بالدارجة كتجي لي انا احسن زعما نشوف التوتال كادر زعما الواليد والارتيست كتجي لي انا بالدارجة داكشي بالمغربية كتجي اختار معايا بحق. الارتيست زعما في مصر شفت بزاف تامر حسني عمرو دياب بزاف ضروري نسمعوا لهم. راهم فنان اللي عاود شحال هما في الطوب.